طبعا السيناريو رايح فين محدش عارف، يعني هل من الممكن ان رباعي منتخب مصر الاول يلعب ماتش اثيوبيا والمدير الفني او الجهاز الفني يطلعه عشان يحضر لمباراه اتحاد العاصمه يوم 15، ولا هيكمل مع منتخب مصر لغايه لما يلعب ماتش تونس؟ والقصه في ماتش تونس نوعا ما ممكن، نوعا ما نوعا ما ممكن سيبك من كل اللي اتقال، انا كل اللي اتقال ده الحقيقه يعني هرجع له مره ثانيه، لكن الى حد ما هيكون عندك علي معلول والرباعي بتاع منتخب مصر هنا في القاهره ليله 12. ليله 12 ده لو اصر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ان رباعي الاهلي يلعب مباراه تونس، علي معلول هيكون موجود مع منتخب تونس هنا في القاهره والرباعي بتاع منتخب مصر موجود معانا. مالي وجنوب افريقيا حسابات صعبه قوي معقده، يعني بالتاكيد مستر كولر مش هيحطهم في حسابات اتحاد العاصمه في مباراه السوبر. لكن خليني اقول لحضراتكم القاعده، نتكلم اهلاويه مع بعض الاول قبل ما اتكلم الناس، قبل ما اتكلم الاطراف الثانيه، نتكلم اهلاويه مع بعض. الاهلي بمن حاضر، احنا لعبنا في مباراه اصعب من مباراه اتحاد العاصمه وفي بطوله اكبر من بطوله كاس سوبر افريقيا وناقصنا عدد اكبر من اللعيبه دي. يعني انت رحت تلعب بسم الله الرحمن الرحيم كده كاس عالم، بتقابل مونتيري بطل كونكاكاف بطل المكسيك، فرقه قيمتها التسويقيه فاكر انا ساعتها الماتش ده كانت 5 أضعاف تقريبا النادي الاهلي، ومع ذلك وفي ظل الغيابات دي قدمت عرض قوي جدا وقدرت تفوز بنتيجه المباراه. فالاهلي بمن حضر في مواجهه اتحاد العاصمه، وما عنديش شك انه اي حد هيمثل النادي الاهلي، وعندنا سكواد محترم جدا السيزون ده، عندنا سكواد محترم جدا، الاصابات اللي رجعت، الاعارات اللي رجعت، الصفقات اللي جت تخلي سكواد النادي الاهلي تقيل قوي 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 حتى في ظل غيابات الاسماء المؤثره دي. اكلمك على اسماء بحجم الشناوي، بحجم منعم، بحجم هاني، مروان عطيه، بيرسي تاو، ديان، كلهم كانوا مفنشين السيزون ولا اروع، فبالتالي مؤثرين مؤثرين، لكن حتى لو لعب الاهلي المباراه دي من غيرهم واشك يعني برضو الاهلي قادر يكسب اتحاد العاصمه.